ضم محافظات الجمهورية دأبت عليه حكومة الوفاق، ربما لتحافظ على تراث آباء وأجداد اليمنيين في الستينات والخمسينات من القرن الماضي، بمن كانوا يعيشون على ضوء مسمى الشموع والفوانيس. تحدى المواطنون هذا الظلام وأقاموا فعالياتهم الرمضانية وبرامجهم اليومية، حيث أقام مشايخ وأعيان وأبناء مديرية الحيمة بمحافظة صنعاء أمسيتهم الرمضانية بفرع المحافظة. أتمنى للبلاد أن تخرج البلاد إلى حوار يرضي الله ويرضي رسوله ويرضي البلاد، وتخرج البلاد من الحوار من أزمة سياسية إلى واقع عملي تنفيذي مع حل قضايانا. وإذا بقينا إحنا ننظر إلى الوطن في أي حزب كان، فإن شاء الله الوطن هو الباقي، والوطن هو الذي يدوم، والوطن هو الذي يخرج الأجيال الذي هتكون رجال مستقبل البلاد. المشاركون في الأمسية استهجنوا واستنكروا تصرفات بعض التيارات السياسية المتقلبة التي تسعى لتحقيق أهدافها على حساب المواطن والوطن والدين الإسلامي الحنيف. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والذين اهتدوا زادهم هدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسبب الكذب. ولذلك من صفات المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خاع. الأمسية صدر عنها بيان إدانة لكل أعمال التقطعات في الطرق العامة والانفلات الأمني غير المسبوق، وكذا المطالبة بحماية المواطنين وتوفير متطلبات أبناء المديرية. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.